يا يلا يلا يا شيخ العرافين. يا نزار عامل ايه؟ الله يطول عمرك. ايه اللي جابك مصر يا نزار؟ جيت اعمل حوار مع الدكتورة. مش امك قالتك ما تشتغلش في الاعلام يا نزار؟ ايه اللي شغلك؟ لا ما قالت هيك شيء. قالتلك ما تشتغلش في الاعلام؟ لا خايفة عليك. انا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، تحبني ابقى يمها بالبيت، ما تحبني اسافر هواية. يعني بتخاف عليك ايه؟ هي طبعا وحيد لها، ما تحبني اسافر هواية، وانا اليوم كل يوم ببلد. حقها كأم ما تحبني، يعني تحب اكون ياما قريب، بس مو تحبني اشتغل بالاعلام. انا بأشفق على والدتك منك. ليه؟ صدق؟ انا كمل انا باربي والدتي جدا، بالعكس الله يطول عمرها تفرش قد انا احبها وجد باربيها. عشان كده حاطط صورة ماجد المهندس على تليفونك بدل صورة والدتك. هاي صورة برنس ماجد المهندس حاطه خلفيه. وين الخطا داخلي صورة ماجد المهندس؟ ماجد المهندس علي بوالدتي. ما رضيتش يعمل معاك حوار، خايف تقول له اعمل معاك حوار. مع مين؟ مع ماجد المهندس. هو اللي قال لك؟ لا اللي قال لي. بالعكس برنس الغناء العربي ماجد المهندس انا احبه، بس التقيت بيه وما قلت له اذا اطلع حوار معاك، لان احبه وما قلت له، يعني مو الا اقول له، بس انا اتمنى اعمل معه حوار، مخلي صورته خلفيه عندي لان احبه. ليش ما خلي صوره امي؟ امي في القلب، امي دائما اشوفها بالبيت، ماجد المهندس مو دائما اشوفها. الصوره دي واخدها مع الفنان ماجد المهندس فين؟ في بيته.